بأن احنا كمقدمين البرنامج وايضا ككادر قناة الرشيد الفضائية حول طرحنا لموضوع جدا مهم اليوم وتناولناه قبل قليل بفقرة ليش، الا وهو عن وزارة النقل شنو سبب عرقلتها توصيل مساعدات طبية من تجار عراقيين في الصين لوزارة الصحة. وبخصوص هذا الموضوع وبمتابعة الجهات المعنية تم استجابة النائب خضير حسن شوارد للموضوع. سيادة النائب حسن شوارد تم استجابته لهذا الموضوع وراح يكون ويانا بفونو عبر الهاتف، وراح ايضا يحدثنا وايضا يوضح لنا كثير من التفاصيل عن العرقلة اللي تمت من قبل وزارة النقل بتوصيل هذه المساعدات الطبية لوزارة الصحة. ايضا صباح الخير على جنابك سيادة النائب حسن شوارد. حياك الله، تحياتي لك ومساعدك الكرام. نعم تحياتنا لك وشكرا لاستجابتك لنا وتواصل ويانا. واحنا ذكرنا انه برنامجنا اليوم مفتوح حتى اللي يحب يرد حول هاي القضية. انت سمعت قضيتنا اللي هي مهمة، قضية وطن وقضية شعب، انه احنا محتاجين لمستلزمات طبية، وقام ببعض التجار العراقيين الخيرين بالتبرع بهذه احنا نقول للتجهيزات الوقائية من فيروس كورونا، لكن عرقلة توجد من قبل وزارة النقل وتأخير، ولا نعرف ما هي الأسباب، وقولتنا ليش هذا التأخير لحد الآن ما نعرف، وليش ماكو موافقات يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، حقيقة شكرا جزيلا لتفاعلكم مع الحدث الكبير في البلد. واليوم حقيقة من سنة مناشدتكم على خلال قناة الرشيد يعني قلت لازم أتصل بحضراتكم. حقيقة هذا الأمر كلش مهم، وحقيقة العراقيين أيضا ما يحلون، هم ناس معطاة وناس وطنيين وناس يحفظون راسي في المكتب، وبالتالي شكرا للتقدير من خلال قناتكم لهؤلاء التجار. حقيقة اليوم أنا راح أتحرك بشكل مباشر على الأخ معالي وزير النقل وعلى كل وعلى عقلية الأزمة وعلى كل الجهات القطاعية اللي مسؤولة عن هذا الموضوع، حول تجهيز طائرة بالسرعة الممكنة لجلب هذه المواد. يعني جت الموافقة إن شاء الله، وبالتالي حقيقة هي خدمة بسيطة لهنا والناسنا، وهذا واجبنا الحقيقي. لكن حقيقة تعرف حضرتك خليط الأزمة والوزارات المعنية يعني عندهم سياقات عمل وقائيه قبل كل شيء. نعم. طيب. اليوم احنا ما نقدر نجيب من اي دوله اي شيء. لان تعرف اليوم الصين من الدول اللي كانت اول الدول اللي صار فيها هذا الوباء وانطلق الوباء بالصين. طيب. بالتالي ما نقدر ندخل بالجنبه الفنيه لحسابات الوزارات من حيث التفادي نقل العدوى ما تلفها عن طريق المواد او عن طريق الامور. لكن احنا راح نتابع هذا الموضوع بكل جديه إن شاء حقيقه الله. انا من اجل التليفون منك وراح اتحدث مع الاخ وزير النقل وافهم شنو الحيثيات، وراح اخابر الاخوان في خليه الازمه واتابع الموضوع وياهم. وانا هم راح اتواصل وياكم وانطيكم النتائج الاوليه، وان شاء الله باسرع وقت ارتب امور هذه المواد ونقلها الى بغداد ان شاء الله. استاذ حسن، انت تعرف انه صار مده طويله من قدموا هذا الطلب، يعني من يوم تقريبا 2 أو 4 بالشهر، يعني المفروض انه لو نقلوها بحر كان باقي ما يقارب اقل 7 أيام وتوصل، فاليوم التاخير مو من صالحنا. انت اليوم متفضل ومشكوره جهودك انه اليوم كان اكو استجابه حتى تسمع هذا طبعا محور حلقتنا لهذا اليوم، وانت راح تسعى حتى تساعد هؤلاء التجار وتساعد ايضا انه تكون مساعدتك للعراق والعراقيين، لكن حتى يكون عندك علم بالموضوع ان هو تم وعدهم اخر شيء يا اما يوم 22 يا اما يوم 25، لكن انه هم قبلها اصلا يعني رايدين يوصلون هاي المواد، لان وزارة الصحة كلش محتاجة هاي المواد، واحنا دمر بأزمة، يعني احنا نقول لازم باسرع وقت ممكن، لان كل تأخير مو من صالحنا. يعني استاذنا الغالي، انا هسه حقيقة بعد لحظات راح اتصل بالاخوة مع وزير الصحة بخليط الازمه، وراح اتصل مع الاخ معالي وزير النقل وافهم القصه شنو. احنا حقيقه إذن ما نبع الاعلام نعطي رايي، والراي ما يكون دقيق لانه من جهه شكرا جزيلا. اذا اكيد احنا ننتظر النتائج من جنابك
سيادة النائب حسن الشويرد، ونتمنى تكون هذه النتائج بإيجابية تكون وبأسرع وقت ممكن يا ريت، لأن احنا مثل ما عرفنا ومثل ما ذكر محمود يعني ما يقارب أسبوعين 30 طن موجود بالمخازن لكن كلها محجوزة ومتوقف نقلها على موافقة من وزير النقل. بارك الله بيك على جهودك اليوم المبذولة، ومثل ما ذكرت أيضا واستماعك اليوم لمواضيعنا بفقرة ليش، وأيضا مناشدة المواطنين بجميع المواضيع وتحديدا موضوعنا لهذا اليوم بفقرة ليش، وأيضا احنا بانتظار بأنه تكون نتائج إن شاء الله إيجابية، ونكون على تواصل مع جنابك وتنطينا الأخبار المفرحة بخصوص هذا الموضوع. إذا كان ويانا عبر الهاتف سيادة النائب حسن شويرد، شكرا لك ولاتصالك. احنا كلش نفرح من